أكيد مشاهدينا، وهلأ مثل ما نوهنا رح نحكي عن لعبة الشطرنج وفوائدها جسديا وعقليا وسبل تعزيز ثقافة ممارستها كرياضة ذهنية خالصة وبحتة، كذلك كلعبة استراتيجية تعتمد على التخطيط ورسم التكتيكات. تفاصيل أكثر ومعلومات شافية ووافية رح يكون معنا الأستاذ تيسير أحمد والأستاذ علي زيني، مدرب وطني وعضو اللجنة الفنية للشطرنج في اللاذقية. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا. حضرتك أهلا بك. وكمان رح يكون معنا الفائزين الأمامير، رح يكون معنا جعفر زيتي. أهلا وسهلا فيك جعفر، ومبروك الإنجازات اللي نلتها. أكيد يعني وقت اللي بنشوف هيدي الطفولة عم تنجز بشكل منسق ومخطط، يعني هي فعلا ترفع لكم القبعة. بالإضافة رح يكون معنا ورد حسن. أهلا وسهلا فيك ورد، نورتونا أستاذ تيسير السلام وأستاذ علي عليكم. تسلم. والأطافيل الجميلين. اهلا وسهلا فيكم ضيوفنا ويسعد صباحكم مره ثانيه. بدايه رح بلش معك استاذ علي بواقع هيدي الرياضه بسوريا بشكل خاص، نحكي عنها لوين وصلت بالتطور. اول شيء صباح الخير لكم للساده المشاهدين، صباح الخير للمبدعين للخبره الكبيره، صباح الخير لكل العاملين بقناه اوغاريت. اهلا وسهلا فيك. بصراحه مرقت بالنسبة، أنا بدي أحكي أول شيء عن موضوع واقع الشطرنج بمحافظة اللاذقية وبعدين نحكي بشكل عام على مستوى سوريا. صحيح. بصراحة واقع لعبة الشطرنج بالسنوات الماضية يعني لا شك كانت بحالة ثبات أو بحالة ترهل نوعا ما، بس الحمد لله بوجود الخبرة الكبيرة الأستاذ تيسير وبوجود الناشطين والمدربين، كمان عندنا طاقم تدريبي لا بأس فيه، أولينا كل الاهتمام للقواعد للارتقاء باللعبة، وهلا الحمد لله بمعية الجميع يعني وصلنا لأعلى درجة وصرنا هلا على قمة الهرم، والحمد لله السنة طلعنا أبطال أولمبياد الوطني الرابع للشطرنج. كثير حلو، مبارك عليكم انجازكم استاذ علي. استاذ تيسير، يعني وقت اللي بنقول لعبه الشطرنج يعني بدنا نشغل كل حواسنا الجسديه العقليه، بالاضافه لهيدي الفوائد، شو الاضافات اللي بتضيفها انت من خلال خبرتك بهذا المجال؟ والله انا بالمجال شوي طميع خبير خبير لانه انا قبل ما نبلش بهذا، انا في عندنا لاعبين انا اللي بدي طالبهم بنتائج، لانه عندهم القدره وعند الامكانيات، هذول بدي بلش من قبل، لانه هذول يعني ما اخذوا يعني ما جابوا نتائج لكن عندهم القدرات. حلو. رح اذكر بعض الاسماء لو سمحتوا. تفضل. في عنا مثلا في بجبله في لاعب اسمه علي غزامي، يعني عنده القدره والامكانيات. في حيدر نايف اسبير، في كمان في غدير ابو بالا، في غدير ابو بالا، في يوسف سلمان، في رنيم عبود، حتى هشام غندور استاذ، كمان هشام غندور كمان عنده امكانيات، طبعا هشام غندور. في هذول اللاعبين يعني عندهم القدرات وعندهم امكانيات، وفي اسامه تركمان، هذول لازم يكونوا جابوا نتائج، لذلك احنا من هلق عم نطالبوا بنتائج. السبب يعني السبب ما جابوا النتائج، هلا في بعض مرات عوامل، في بعض مرات مثل ما كنا عم نحكي، في بعض مرات الحظ شوي بيكون معاندهم، وفي لاعبين بيكونوا عندهم امكانيات بس ما عندهم العناد على الرقعه. ما عندهم العناد الرقعة، بس يتكركب شوي وضعهم، يعني ما بيكونوا مثل غيرهم، في انهم بيكونوا عنيدين بالاخر نفس يعني. فلذلك احنا من هون اللي عم نطالبهم قبل ما نحكي بالانجازات. طب هون بدنا نحكي عن مواصفات اللاعب، يعني شو هي المواصفات اللي لازم تكون موجوده باللاعب لحتى ينجح بهذه اللعبه؟ اول شيء بده يكون ذكاء، بده يكون ذكي، وهذا يعني. وثانيا يمكن الاهم من الذكاء هو الاجتهاد، مثل الدراسه. فالذكاء والاجتهاد لما بتتواجدوا فبالتاكيد في ابداع وفي انجازات يعني. حلو. بالاضافه لكل هذول كمان اللاعب بده يكون مؤمن بقدراته، يعني بيكون عنده ثقه بنفسه، ثقه بمدربه. ولما بيكونوا على اي بطوله لازم يحط بذهنه التصور اللي لازم يجيبه. طبعا. قبل شيء، ما اني والله راح اول يوم ثاني يوم بعدين خلص يلا رحنا مشوار، لا، بده يكون حاط انجازه. هلا في عندنا لاعبين عندهم هالتصورات هيدي، وفي لاعبين اقل من هذول، فبتشوف في لاعبين بيكون من البدايه رايح اني حاس حاله اني عند اي انتكاسه اني خلص رايح عليه المركز الاول. فبتشوف هذا اللاعب، انا بحترم فيها هال يعني هالتصور هذا من المسبق،
وبعدين في توفيقات من الله بالتاكيد هذا بكل المجالات يعني يعني صح. بس لكن اكثر شيء هو اللي عندك الاجتهاد والذكاء كثير حلو. خلينا نتابع استاذ تيسير استاذ علي هيدا التقرير فيما يخص لعبه الشطرنج وراجعين. تعد لعبة الشطرنج من أكثر الألعاب دلالة على ذكاء الأشخاص، فهي لعبة الذكاء بامتياز. فمتى وأين نشأت لعبة الشطرنج؟ ومن هم أعظم أبطالها؟ وما هي أهم المحطات التاريخية التي مرت بها؟ عرفت الشطرنج في الهند أثناء حكم إمبراطورية جوبيتا قبل أكثر من 1400 سنة، ومن ثم انتقلت إلى الإمبراطورية الساسانية في بلاد فارس. وبعد فتح المسلمين لبلاد فارس عرفوا الشطرنج ووصل عن طريقهم إلى الأوروبيين. تغيير مقدار أول حركة للبيدق من مربع إلى مربعين حدث لأول مرة في إسبانيا في سنة 1280. الامبراطور الصيني وو تي امر باعدام اثنين من لاعبي الشطرنج الاجانب بعد ان علم ان احدى قطع الشطرنج تسمى امبراطور، حيث شعر بالاهانة نتيجة استخدام لقب امبراطور في لعبة. اول مسابقة الشطرنج في الولايات المتحدة الامريكية اقيمت في مدينة نيويورك في سنة 1843. أطول مدة مسجلة للقيام بحركة أثناء مباراة الشطرنج كانت 2:20، وقام بها لاعب الشطرنج المحترف البرازيلي تروس. أقيمت أول مباراة الشطرنج بين رائد في الفضاء وشخص على الأرض في سنة 1970. أقدم مباراة شطرنج مسجلة أحداثها وقعت في القرن العاشر الميلادي في بغداد، وكانت بين مؤرخ مسلم وتلميذه. كان عالم الرياضيات ألان تورينغ أول من صمم برنامج حاسوب قادر على لعب الشطرنج. ديب بلو هو حاسوب متخصص في لعبة الشطرنج أنتجته شركة IBM، ويبلغ طوله 2 متر ووزنه 700 كيلوغرام، وقد تمكن من هزيمة بطل العالم في الشطرنج جاري كاسباروف في مباراة عام 1996. أقدم قطعة الشطرنج عثر عليها في جزيرة لويس في شمال اسكتلندا. عالم الرياضيات الألماني إيمانويل لاسكر تمكن من الاحتفاظ بلقب بطل العالم في الشطرنج ل26 سنة. اخترعت لوحة الشطرنج القابلة للطي في سنة 1125 من قبل قسيس، حيث أن الكنيسة كانت تمنع القساوسة من لعب الشطرنج، فاخترع هذا القسيس لوحة شطرنج قابلة للطي وتبدو للناظر كأنها كتابين متجاورين. في سنة 1985 أصبح جاري كاسباروف أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم في الشطرنج، وكان يبلغ من العمر 22 سنة، ويعتبر الكثيرون أن كاسباروف أعظم لاعب شطرنج على الإطلاق. تعقيبك على هيدا التقرير وهيدي المعلومات بما يخص لعبة الشطرنج استاذ تيسير. لا الشطرنج لعبة قديمة جدا، وكل فترة عم بنوجد بحضارات اني كمان مثلا رسومات، يعني مثلا حتى بالاخر شيء بالفراعنة تبين اني في رقعة شطرنج وفي عليها بعض الرسومات. طبعا الشطرنج تبدل، ما بقى كان في كثير القطع كان اكثر من هيك، وكان في من حركات غير هيك. هلا هذا بعد ما وصل الشطرنج لاوروبا حتى انتظم وصار بالشكل مثل ما معترف عليه هلا، بالشكل المعترف عليه حاليا، وصارت بقى قليل يعني الاضافات عليه اللي صارت عليه. بنحكي على فوائد الشطرنج اللي سؤال سبق سالتيني عليه من قبل. فوائد الشطرنج كثيره، يعني من اكثر فواده اني
بتخلي اللاعب يعتمد على نفسه، بصير عصامي، بتنمي القدرات العقلية عند الطالب، بتعلمه القيادة. كمان يعني بصفي ما عاد بقي امن بالحظ، يعني بصفي كل شيء عنده محسوب مدروس ومحسوب. بعدين في حتى عندنا في طلاب بيكون شوي اقل ذكاء او بيكون اقل اجتهاد بالمدرسه، بجيبون اهاليهم، فبعد مضي فتره بتشوف الطالب اني فرق غير حتى عم تعلمه كمان عم كسلوك، يعني حتى كسلوك مع الاهالي عم بيكتسب من زملائه المتفوقين، لانه معظم اللاعبين نحن متفوقين دراسيا يعني. حلو. يعني هذه من اهم فوائد هلا رح نروح للاطفال وعم نشوف يعني هيدي الصور، تحكوا لنا عنها، كنتوا مشاركين بهيدي المسابقه اللي عم نشوفها، وشو الميداليات اللي اخذتوها بهيدي المسابقه؟ ورد جعفر، يعني انتم جايين مش عم تحكوا عن انجازاتكم. بمين بدنا نبلش؟ نبلش مع جعفر، يلا معه المايك. ذهبيتين وبرونزيه. طيب اول شيء مين، اول شيء بنحكي ايمت بلشت انت بهيدي اللعبه؟ مين شجعك عليها؟ لا 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 لا، شجعني اهلي. بلشت عليه شفتها على يوتيوب، كنت فاتح لي فقلت سالته بابا شو هذا، قال لي قطع شطرنج، فقلت له في كتير. حبيت هيك تكتشفها لهيدي اللعبه. انت جعفر مين شجعك عليها وايمت بلشت فيها؟ أول شيء شجعني علي الماما والبابا وإخواتي. كل يوم بتتدرب؟ كم ساعة؟ أقل شيء ساعتين. أقل شيء يعني هلأ، يعني أنتوا محبتكم للعبة الشطرنج مو بالمدرسة بلشت، يعني في شيء اسمه منتخب الشطرنج تبعوت المدرسة، أنت دخلتوا علي هيدي المسابقات؟ قلتوا لنا رفقاتكم انه انا احنا شاطرين بالشطرنج وبدنا ندخل للمسابقه ولا شو؟ لا، محبتكم اجت من عند الاهل. حلو حلو. كم مسابقه شاركت جعفر؟ لحد ما بعرف. عدد ميدالياتك كم وحده؟ سبعة، يعني سبع مسابقات وكلهم عم تاخذ فيهم مراكز. هي جعفر كمان عم نشوفه. هلا ورد، على شو بتعتمد انت بالشطرنج ولا فزت ونلت هيدي الجوائز؟ يعني كيف بتلعبها هيك، علمنا كيف بتلعب، على شو بتعتمد انت؟ كم مسابقه كمان شاركت؟ لا يعني شيء 14. كلهم اخذت فيهم ميداليات؟ لا ما كلهم، معظم. بس ما شاء الله يعني اخذت على مستوى كمان العرب وعلى مستوى بطل عربي ورد. نتمنى لكم التوفيق اكيد. يا في بطل ثاني بس اضافي كان طالع صورته هون، حسين عبود كمان اخذ برونزيه على مستوى العرب، كان معه ببطوله الاردن ما شاء الله، نوجه له تحيه هو واهله، لانه اهله متابعين جدا وتابعوا عليك كثير حتى وصلوا للمرحله. أكيد تحية لكل الأهل اللي بيكونوا عم بيتابعوا أولادهم لحتى يوصلوا لهيدي المراتب اللي نحن بنرفع راسنا فيهم، أكيد لهدول الأطفال ومتمنى لهم مستقبل زاهر. بدنا ننتقل لحضرتك أستاذ علي ونسألك عن لعبة الشطرنج، بحد ذاتها تعتبر من أرقى الألعاب، برأيك ليش صنفوها بهذا التصنيف؟ هلا هي أول شيء بسموها لعبة الملوك. جميل. طبعا الملوك منذ القدم كان كل ملك يحاول يحصن المملكة تبعه من أي غزو محتمل ممكن يهدد المملكة، فاستهويتهم هي اللعبة للملوك للحفاظ على المملكة تبعهم، فهي تعتمد على الموضوع الصراع الفكري، وتحديدا عند الأشخاص اللي بيمتلكوا حالة من الرقي بالذكاء، هي بتوسع مداركم لأبعد مدى ممكن. وأنا بدي نوه على نقطة جدا في غاية الأهمية، طبعا هن هدول الأطفال بعمر الورود وهن طلاب مدارس، الله يحميه. أنا شخصيا من خلال منبركم الكريم بوجه رسالة لكل العاملين بقطاع التربية أن يولوا الاهتمام المناسب لهاللعبة، أنه تكون ضمن مدارسنا، انه تكون مادي من مواد طلابنا
بالابتدائي، حتى بالتعليم الأساسي، حتى بالثانوي، حتى تكون مقرر من مقررات الجامعة لما لها من فوائد لأطفالنا ولطلابنا بالمدارس. بتوسع مداركم لأبعد مدى ممكن، وبترفع لهم الحالي، حالة الذكاء بترتقي. يعني إذا نحن بدنا ناخد معيار طلاب المدارس الممارسين للعبة الشطرنج، حالة الذكاء إذا بتلاحظي كلهم متفوقين دراسيا، أقرانهم من الطلاب الغير ممارسين للعبة الشطرنج. أنا بتصوري أنه هاي اللعبة لازم يكون إلى اهتمام مميز من المسؤولين. كثير حلو. هلا كمان يعني عم نشوف مسابقات على مستوى الجمهوري وعلى مستوى يعني دوليه، عم بيلاقوا فرصه يعني انه يبرزوا هذا النجاح اللي عندهم ويبرزوا قدرات العقليه والجسديه فيما يخص لعبه الشطرنج. طبعًا. يعني استاذ تيسير، يعني مثل ما تفضلت وقلت حضرتك انه انت عندك كثير من اللاعبين ما حصلوا على مراتب ولكن عندهم قدره على انهم يحصلوا ويوصلوا، وعندك كمان طلاب كمان حصلوا على كثير من الجوائز وانت تفتخر بهذا الشيء. للحفاظ على المراتب فيما يخص لعبة الشطرنج ودون التراجع إلى الوراء، شو الخطوات اللي لازم يتبعها أي لاعب؟ أنا بس كنت حاب أعقب على كلام الأستاذ علي. تفضل. إن لعبة الشطرنج هي كانت لعبة الملوك وصارت بعد من اللعبة سلمية، ففي بيت شعر بدل على الكلام هذا. هو البيت الشعر بيقول: ملكة ملوك الهند أرض بلادهم باللعب في الشطرنج دون طعاني. يعني كانوا بدل ما يقاتلوا صاروا يجيبوا مين في عندك انت لاعب بارز. أيوة. مثلا قاتلوا على مكان او اختلفوا عليه فكانوا من خلاله بالشطرنج، فهذا بتدل على سلميه الشطرنج. نرجع على السؤال سالتيني اياه. فطبعا بالتاكيد الوصول للقمه سهل، لكن الحفاظ عليه بالتاكيد صعب. فلذلك انا من بدايه الحلقه اول ما طالبت اللاعبين اللي ما محصلين على نتائج ان يكونوا يلحقوا بزملائهم مشان يكون عندنا دائما رديف وقوي. صحيح. وان شاء الله بالتاكيد اللي حطيناهم بموقف ان نحن ثقتنا فيهم عاليه فلازم ان ما يخيبونا الثقه دي. فبالتاكيد نحن ساعات بدنا نفكر انه نطور اكثر، فبالتاكيد بده يكون هذا شغلنا، ما له شغل واحد لحاله او اثنين، فشغل مجموعه مدربين. طبعا في عندنا مدرب بجبل متوجه له تحيه، حمدان محفوظ. في عندنا كمان زميلنا كمان مازن علاء الدين، هلا عم يطلع لاعبين عنده. في عندنا جعفر عيسى كمان، وفي الاضافه الاستاذ علي. فنحن مجموعه مدربين عم نشتغل، فنحن كلياتنا عم نشتغل ايد وحده لنطلع لاعبين على مستوى المحافظه وبعد منها على مستوى الجمهوريه. كثير حلو. فنحن كلياتنا حاطين بذهننا، هلا صارت العين متفتحه علينا بعد ما حققنا المركز الاول على مستوى الجمهوريه بالاولمبياد الوطني او حتى بالترتيب العام. فبالتاكيد صارت العين بتفتح علينا، وبعدين ما صار بالامر السهل بقى الحفاظ عليه، لكن حاطين بذهننا كلياتنا يعني مشينا ما عاد بقى نتراجع اذا الله راد. كثير حلو. يعني هذا الشيء حاطينه بنصف اعيننا ان شاء الله. هلا عم نحكي عن تاريخ هيدي اللعبه وقد ايه ممكن تناقلت عبر الاجيال اساسيات هيدي اللعبه، لكن الزمن خلينا نقول اللي برزت فيه هيدي اللعبه اكثر زمن شو هو، وكيف كان خلينا نقول الصراع على الفوز فيها؟ بالنسبة لأبطال العالم يعني؟ بالنسبة لتاريخ اللعبة. تاريخ اللعبة لهو تدونت كتاريخ وتسجلت بالعام 1864. هي إذا اعتبرنا بطل العالم اللي مسجل بالتاريخ لابورديني، هذا شو اسمه فرنسي. بعدين إجا بول مورفي الأمريكي، هذا فينا نعتبره تقريبا اقدم بطل عالم حقيقي. لانه ذوكي لابورديني كان يعني بطل عالم بس ما نو بالمستوى اللي باهله يكون بطل عالم حقيقي، بس بول مورفي فينا نعتبره اول بطل عالم او اقدم بطل عالم حقيقي، انه بيستاهل يتبوأ هالمكانه. ويجا بعده الالماني لما خاب ظني رودولف اندرسون الالماني، تبوأ هالمكانة بطريقة كمان كان عنده أدوار يعني على الخضراء أستاذ تيسير، من الأدوار المخلدة تاريخيا يعني. بعدين إجا هزموا النمساوي ويلهام شتاينتز شلون بعام 1894، وظل متبوأ هالمكانة مدي زمني طويل جدا لعام 1800
و94 لعام 1894 اجا هزموا بطل العالم عمانويل لاسكار. يعني هي يعني في ابطال كثير حتى ضل عمانويل لاسكار كمان بدي زمنيه طويله شيء 27 سنه يعني ابطال كانت ابطال مميزين رجلو اجا بعد عمانويل لاسكار اجا الكوبي كابابلانكا عشان كمان كان من عباقرة الشطرنج على مر التاريخ كمان اجى بعده ألكسندر اليخين يعني كله صح. انا اذا بدك تعدلك بعدلك لا عصرنا الحالي بس الوقت اكيد ما راح يسعفنا يعني انه نعد كل الابطال المتوجين بطولة العالم. هلا رح ننتقل لعند الامامير الجميلين. يعني جعفر شو دور المدرب وكونه والدك الاستاذ علي يعني كيف كان عم بيشجعك كيف اخذت انت هيدي الخبره بالشطرنج كان عم بيدربك على طول؟ مدرب له دور كثير كبير بالتدريب وخاصه اذا كان معك في البيت بيدربك كل يوم كل ساعه قد ما بدك وبحمص. يعني اذا جاي على بالك انت تتدرب كان واذا كان ممكن عفوا اذا انت مو جاي على بالك انك تتدرب وقال لك الوالد يلا تعا يا جعفر بدي دربك هلا فورا بتروح بتتدرب معه؟ خلصت كراك هلا ورد ورد يعني كمان كان لك مشاركات على مستوى العرب تحكي لنا كيف وصلت لهيدي المرحله كم ساعه بتتدرب باليوم مين بيدربك؟ لا اول شيء كنت عم اول بدايتي كنت عم درب عند الاستاذ هندان هلا عم درب عند الاستاذ هيفيا كم ساعه باليوم بتتدرب؟ ما بعرف يعني حسب اي متنا اجى على بالك ما لا هلا بخلص دراسه بلعب شطرنج حلو بتنظم وقتك بين الدراسه والشطرنج طب تحكي لنا عن مشاركتك على مستوى العرب قد ايه كنت فرحان وقت حصلت على الميداليه وشو الميداليه اللي حصلت عليها وقتها على مستوى العرب على شو اي ميداليه حصلت على الذهبيه ولا البرونزيه برونزيه كثير حلو يعني استاذ تيسير واستاذ علي يعني بنشوف فعلا في اطفال اذا تبنيناهم بننجز منهم عباقره وعم نشوف كثير من المشاركات وفي كثير من المسابقات بتتيح المجال لهدول الاطفال سواء كانوا يافعين او اطفال، هلا بنحكي عن مشاركاتكم انتم بشكل تفصيلي عن الجوائز اللي اخذتوها وتحضيراتكم سواء كان على مستوى المحافظه او الجمهوريه وكمان الجوائز اللي نلتوها بالاردن يمكن اخذتوها. تفضل استاذ تيسير. هلا السنه بالاردن كان في عندنا لاعبين يعني حققوا المركز الثالث يعني البرونزيه هن حسين عبود وورد حسن ما شاركنا غير باللاعبين طبعا في لنا كان احنا مشاركه قبل منا كمان كان معي نفس اللاعبين كنت يومتها بايران كمان كان معي ورد حسن وكان معي حسين عبود طبعا لاحظنا هناك في تطور بال يعني بالشطرنج يعني عندهم يمكن يعني بلد خلال فتره 20 سنه انتفض انتفاضه غير طبيعيه انه بايام الخميني كان ممنوع الشطرنج بعد ما توفى الخميني فانتعش الشطرنج وهلا صاروا من يعني من اقوى الدول بالعالم يعني فاشتغلوا شغل جبار عليه يعني فكثير في عوامل عندهم يعني محفزه لهذه وحتى عندهم ثقافه يعني في كثير من الامور انا لاحظتها هناك بايران حسيت اني فعلا دوله شطرنج مثل يعني شو استاذ؟ يعني مثلا على سبيل المثال قاعه بيكون فيها 200 لاعب بتحس اني ما في صوت ما في حركه ما في شيء والكل اذا بده يحكي بالهمس بيحكي في ضوابط لهيدي ضوابط للامور تماما يعني ما في مثلا لاعب خلص الدور غادر القاعه مباشره مين ما كان يكون الاهالي ممنوع يتدخلوا ولا باي شيء اشتهيت مره اني بالقاعه اني اسمع رنه موبايل مستحيل لا من الاهالي ولا من حدا ولا شيء اشتهيت اني واحد يحكي حتى يمكن فيني اقول لك نحن يمكن السوريين كان يمكن اعلى صوتنا رغم اني عم احاول قدر الامكان نخفض صوت يعني نخفض صوتنا ف يعني هي من العوامل يعني بعدين مثلا لاعب بده عنده اي شغله ما في داعي انه لا يعيط ولا شيء مباشره بيرفع ايده بيجي الحكم لعنده بالهمس بحكي فهي من الشغل بعدين مثلا في بطوله هي الفندق هي قاعه اللعب صوب منا لا بتروح ولا بترجع محل ما عندك التنقلات يعني هي من وبعدين كل فتره عندهم كل تقريبا بمعدل كل شهر شهرين في عندهم بطولات بشكل مستمر يعني يا مشاركين
عم بيعزز ثقافة الشطرنج أو عندهم. يعني هي بالضبط، يعني هي من العوامل اللي شفتها حسيت اني رايح على بلد شطرنج متحضر بهيدي اللعبه فيها تماما يعني. حلو جميل. رح نحكي اكثر عن طريقه تطوير اللاعب لنفسه، يعني دائما المدرب له دور ولكن اللاعب كمان لازم يشتغل على حاله بهذا الموضوع. نحكي عن هذا الموضوع اكثر، كيف ممكن عن جد يطور نفسه؟ معك حق، سؤال مهم. موضوع تطوير اللاعب، يعني اللاعب مثل اذا فينا نعتبر طالب المدرسي، طالب مدرسي يعني الاستاذ لحاله ما بيكفي يوصل الطالب لمرحله التفوق. يعني اكيد المدرب او الاستاذ بالمدرسه له دور جدا جدا مهم، عارف شلون؟ بس اكيد المنزل والبيت والبيئه الملائمه والمناسبه له دور كثير كثير كبير ومهم. الاهل حتى بلعبه الشطرنج ما المدرب هو الوحيد اللي هو بينجز اللاعب او بيطوره، انا بعتبر الدرجه الاولى للاهل. البيئه المناسبه لانتاج او الارض الخصبه لانتاج لاعب وانتاج البطل ان صح التعبير. يعني البطل له مقومات ومؤهلات، يعني هي لعبه الشطرنج بتعلمك الصبر والهدوء على الرقعة. يعني احيانا بتشوفي شخص ارعن، ردود افعاله متسرعه، فوضوي بتصرفاته. لعبه الشطرنج بتعلمك الصبر والهدوء والارتقاء باعلى درجات الذكاء. حلو، يعني تعمل حال ضبط نفس، ضبط ايقاع. يعني حتى بتشوفي انت تصرفاته وردود افعاله متسرعه بتعلمه الهدوء، حتى بتفيده بالحياه العمليه. يعني حتى بتشوفي انت مثلا احيانا بتشوفي شخص بالحياه العمليه بيكون متسرع قراراته فيها شيء من الردود المتسرعه، يعني بتكون غير محسوبه. الشطرنج بتعلمك الرزانه اتخاذ القرارات. حلو، تمام. هلا استاذ تيسير بدقيقتنا الاخيره، يعني فعلا لعبه الشطرنج هي لعبه الملوك مثل ما تفضلتوا وقلتوا حضرتكم، وهذا المعترف عليه يعني بشكل عام. بكل لعبه او بكل نجاح اكيد في شيء من الصعوبه، انتوا الصعوبات اللي عم بتلاقوها بهيدي اللعبه شو هي؟ والله هو الصعوبات موجوده، لكن يعني نحن وجدنا كلجنه فنيه او كمدربين لازاله الصعوبات، ما مشان نشتكي من الصعوبات. تمام. فنحن دائما بنفكر ان احنا جايتنا لنزيل الصعوبات. حلو. لذلك احنا حتى باللجنه الفنيه او حتى اكثر شيء معتمدين على نفسنا، يعني ما كل شغله بنقعد نحن نطلبها، ما بننتظر مباشره شو في عندنا شيء بنشتغله، ما بننتظر يعني الثواب او العقاب بالموضوع هذا. اكيد بنتمنى لكم التوفيق بهيدي المهام اللي عم بتقوموا فيها، ان شاء الله تشوفوا ثمار مثل هي الثمار الجميله الموجوده قدامنا ونشوفهم على مستوى العالم ببطوله الشطرنج. بدنا نشكركم الاستاذ. بدي نوه لحيثيه حاله فريده صارت بعد زنكن، يعني لثواني قليله، يعني انه نحن انا والاستاذ تيسير كان معنا 10 لاعبين بالاولمبياد الوطني الرابع للشطرنج، والعشرة توجوا معنا ولا لاعب ما توج. يعطيكم العافيه اكيد على هيدي الجهود. نشكرك الاستاذ تيسير احمد، نورت صباحنا، اهلا وسهلا بحضرتك. والاستاذ علي زيتي اكيد نورتنا ويسعد صباحك. والاطفال جعفر وورد بدنا نقول لكم مبروك الميداليات اللي اخذتوها وان شاء الله عقبال العالميه. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم. واكيد هيدي الجهود عم نقطفها من خلال هيدي الثمار اللي عم تتوج بالنجاح دائما. اكيد الفضل بيلعب لكم وكل الراعين للعبه الشطرنج. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شكرا، انبسطنا بوجودكم.